السلام عليكم يا شباب، معكم عبد الحميد مقاتل من زيجيمياكم. فيديو جديد، هذا الفيديو راح يكون حل على افضل 10 لاعيبه في فيفا 16. فخلونا نبدا مع اول لاعب. اول لاعب طبعا يا شباب عندنا سيلفا سي ام، صانع العاب من فريق مانشستر يونايتد اسباني. عنده السرعه 73 وعنده المهاره 89 والباص 89. عنده سكيلز موف 4 نجوم. ننتقل للاعب بعد اللي هو سيلفا البرازيلي، المدافع سي بي، قلب دفاع 88، سرعته 84، جسمه 79، والديفنس اهم شيء 90، والسكيلز موف 3 نجوم. ونروح للاعب بعد نيمار، لاعب برشلونه دبليو جناح، البرازيلي سرعته 90، مهاره 92، الجسم 58، شوت 80، سكيلز موف 5 نجوم، حتى القدم الضعيفة 5 نجوم. لاعب رهيب. اللاعب اللي بعد الاسطورة الوحش الكبير ابراهيموفيتش طبعا سرعته 73، مهارته 85، الشوت ماله 90، جسمه 86، مهاجم ولا احلى. عند السكيلز موف 4 نجوم. واللاعب اللي بعده عندنا ايدن هازارد، الام جناح 89، تشيلسي بلجيكي، سرعة 90، المهارة 92، الشوت 82، الباص 84، لاعب ممتاز. السكيلز موف عنده 4 نجوم. واللاعب اللي بعده، عندنا روبن جناح بايرن ميونخ، سرعة 92، مهارة 92، الشوت 86، الباص 82. وننتقل للاعب بعد الرقم 4 في هذه التشكيلة، عندنا نوير، طبعا هو الحارس الوحيد في هذا التوب العشرة، من أفضل لعيبة هو الحارس الوحيد المتواجد. عندنا الهاند 87 والبوزيشن 90. واو. ونروح لاعب بعد لويس سواريز، بسرعة 82 ومهارة 88، جسم 79 والباص 79، وعندنا سكيلز موف 4 نجوم. واللاعب الثاني دون رونالدو، سرعة 92 ودريبل 90 وشوت 93 والباص 80 وجسم 78. ونروح عند اللاعب ليو ميسي ار دبليو، طبعا برشلوني اكيد، سرعة 92، مهارته 95، عندنا الشوت 88 والبيس 86 والجسم 62. هذا كان الفيديو يا شباب. اذا عجبك دير لايك واشترك في القناة، وتبي تشوف نفس هذه الفيديوهات زيادة اكتب لنا في الكومنت، واكتب نوع الفيديوهات تبي تشوفها في الكومنت. كان معكم محمد الحمادي، مع السلامة.